الكاميرا اللي بدك تسامان ما كتحاولش تعطي واحد المعلومه، ما كتحاولش تنصحه، وهذا خطا كبير. حقاش هو مسكين يقدر يكون. السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتكلموا على العلاقه بين الشاري والبائع، غنتكلموا على بزاف ديال الاخطاء اللي كيديرهم الشاري وبزاف ديال الاخطاء اللي كيديرهم البائع. غنطرقوا بزاف ديال المسائل باش الناس يسهلوا على راسهم الا بغاو يشريو شي حاجه، يعرفوا كيديروا يتصرفوا مع داك البائع، والبائع كيدير يتصرف مع الكليان ديالو. اول حاجه اخوت غنبداو بالناس اللي كتبغي تشري الماتيريال. اول حاجه كيجي عندك واحد مثلا باغي تليفون ولا باغي كاميرا وما عارف شنو باغي يشري، كي مثلا هو كيقول لك واش كاين مثلا الايفون 11 برو، هو كيسولك وكتقول له ما كاينش، كيقول السيس كاين، باش كينقز من هذه المرتبه لهذه المرتبه صافي. هذا كيكون كليان ماشي انتريسي، ما كيعطيش وقت، حقاش هذا غير يضيع له وقته وصافي، ما كيكونش انتريسي. وثاني حاجه عاتي مثلا في لي غوزو سوسيو كيكون كيسول في بزاف د البلايص، اي جروب مشيتي كتلقى في لي كومونتير تيسول هنا وكيسول هنا وكيسول هنا، تيسوني لهذا وهذا وهذا. القضيه حتى هي كتخلي ان داك البائع ما يكون ما يتعاملش معك بواحد الطريقه اللي هي مزيانه ويبيع لك، حيت انت ما كتكونش انتريسي. وثالث حاجه ان واحد عنده 3000 درهم وتيسولك مثلا على كاميرا ولا على تليفون داير 10000 درهم وعنده 3000 درهم، هكا ما كيكونش انتريسي. هذا الشخص باغي غير يدور شويه يقلب يشوف وصافي، ما كيكونش انتريسي، كيبغي يعرف الثمن ديال كل شيء، كيبغي يعرف الثمن ديال كل شيء، هذا من حقه. مي باش انه يسول مثلا على كيسول على بزاف ديال الحوايج، كيبغي يعرف الثمن. انت مثلا عندك 100 ارتيكل، ما يمكنش انك تعطيه الثمن ديال هاد 100 ديال لي زارتيكل، تعطيه لي بري ديالهم كاملين، ما تقدرش. انت واخا تبغي ما تقدرش، حقاش هو يضيع لك واحد الخدمه كثيره، وهذا ما كيكونش انتريستي، واخا تضيع مع وقتك ما غيشريش من عندك. واحد الخامس حاجه اللي حاجه مهمه، انه كتكون عنده هذا الشريك، الشريك تكون عنده واحد السمعه خايبه، اللي كيكونوا بزاف ديال الناس اللي كيبغيو كيبغي يشري معهم وكيصيفطوا له السلعه باغ اكزومبل في الاماله وما كياخذهاش، كيخلي لهم في الاماله. دونك هذا الشاري كيريكلاميو بين الناس في لي جروب ديال البيع والشراء، صافي كيولي هذا في البلاك ليست، ما كيبقاش الناس كتجاوبوا، واللي هضر معاه تيبلوكي ولا تي صافي. هادشي اللي كاين الخوت، من الاحسن الواحد اللي بغى يشري يكون ثقه، فهمتي، يكون عارف راسو شنو بغى يشري، ما يضيعش الوقت لك الفوندور اللي غيشري من عنده بزاف ويبيلو انه انتريسي، ما يبقاش يسول بزاف، صافي يعطيه اللي بغى، بغى شي لعيبه شي معلومه يسولو يعطيه لي زانفو اللي خصو ويخدي الغرض. واحد اللي كيجي عندك مثلا تيقول لك بغيت واحد الكاميرا بجوج ديال المليون، وكتقول له في الاول كيسول لك يقول لك خويا بغيت كاميرا ب 3000 درهم، وباش كتقول له ما كاينش هذه وهذه، كيبقى يسولك على لي زاباري ديال 3 المليون 2 المليون. هذا كيفاش دار نقز من كاميرا ديال 3000 درهم لكاميرا ديال 2 المليون؟ دونك هذا هو ماشي انتريسي. الناس عاوتاني كيسولوا على كاميرا فيديو ما تفوتش 1000 درهم، الخوت راه ما غتلقاوهاش، مينيموم كاميرا فيديو الا صيدتها تلقى بواحد 1700 درهم 1800. دونك كاميرا ب 1000 درهم فيديو، واحد الفئه من الناس اللي كيسولوا الفوندور كيقول له خويا واش كاين 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 هادي، كيسولوا على لي بري كامل كيقولوا انت كتغلي اخويا هادشي عندك غالي، وتبقى يسب وكيعاير، كيصيفطوا لي الناس دي اكزومبل شي لعيبات بحال هكا كيسبو كيعاير. هذا اولا كي تو تيدخل في البلاك ليست ديال البيع والشراء ديال لي فوندور، وكيكون اولا ما مربيش، سمحوا لي نقولها بهذه الطريقه، تيكون انه ما مربيش. والاخطاء اللي كيديروهم، دابا ندوزو للاخطاء اللي كيديروهم الناس اللي كيبيعوا ويشريو. اول حاجه ما كيعطيوش الكليان وقت، الكليان كيكون انتريسي هو ما كيعطيهش وقت، حقاش كيكون مثلا بغى واحد لارتيكل اللي هو ناقص في الثمن، ما كيعطيهش وقت. لا الخوت تعاملوا مع كل شيء بواحد واحد الطريقه اللي هي مزيانه، باش انك تكسب داك الكليان خصك تعامل معه بطريقه مزيانه، تعطيه وقت، كيكون هو انتريسي، ولكن انت باش كتشوف غياخذ من عندك حاجه ناقصه في الثمن ما تعطيهش وقت. لا الخوت عطيه وقت. ثاني حاجه انه تيصوني لك ما تتجاوبوش ولا ما كتعاودش تصوني، من حقه انه اي واحد لقيته في التليفون ديالك تعاود تصوني له، تشوفوا شنو بغا، وكيكون واحد التعامل اللي مزيان مع الكليان، كيبقى ديما انه واحد التعامل اللي مزيان مع الكليان. ورابع حاجه كيقول لك مثلا بغيت كاميرا، كتصيفط له الكاميرا اللي بهذاك الثمن، ما كتحاولش تعطي واحد المعلومه، ما كتحاولش تنصحه، وهذا خطا كبير، حقاش هو مسكين يقدر يكون ما عارفش. انت خصك تعطي واحد المعلومه، تقول له انت خويا شنو تشري شنو تشري، ها هي الا الذي غالي عليك، وانت باغي حاجه تقدر تاخذ مثلا غير واحد الحاجه، وما تزيدش عليك في الثمن وبزاف ديال الحوايج. والناس اللي كيديروا هاد المعامله الخايبه نتمنى انهم يحيدوها، يخليوا الدومين ديال البيع والشراء مزيان،
هادشي الخوتي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا باش تعرف الكليان يعرف كيفاش يتعامل مع الفوندور والفوندور يعرف كيفاش يتعامل مع الكليان. هادشي اللي كان الخوت في هاد لا فيديو. السلام عليكم، تسناونا فيديو جديد ان شاء الله.